أهلا وسهلا جميعا. حاليا أنا في بريطانيا في Goodwood Festival of Speed 2019. هاي السنة مميزة لأنه أول مرة في درفتر عربي بيشارك في هذا المهرجان بمثل الشرق الأوسط، أحمد دحام على Lexus RCF Pro Drift. خليني أفرجيكم قبل ما أفوت جوا طبيعة الناس الموجودة والسيارات الموجودة، وإن شاء الله يعجبكم الموضوع. هيك إحنا في باركينج للناس، للبوبليك، لكل الناس اللي تيجي بدها تصف سياراتها. على مدى نظرك بتشوف عدد السيارات، عدد الناس المشاركين. هذول الكرفانات للناس اللي بتحب تخيم، تستأجر كرفان أو عندها كرفان بتنام فيه خلال المهرجان. المهرجان من 4/7 ل7/7. طبعا هذا الباركينج واحد من اصل تقريبا 27 باركينج على الاحرف الابجدية من A إلى Z. تشوف كمية الناس الموجودة، وهذا للمشاركين العامة. طبعا في كل واحد عنده الباس تبعه، في VIP باس، في الباس الرويال، في اكثر من تيكت ممكن تشتريها انت تحضر المهرجان، وفعاليات كثيرة موجودة. خلينا هلا ندخل جوا حتى تعرفوا أكثر عن المهرجان. Goodwood Festival of Speed واحد من أضخم المهرجانات اللي بتنعمل كل سنة، مساحات واسعة في Goodwood House لواحد من الديوكس اللي في بريطانيا معروفين، ديوك ريتشموند، ديوك اوف ريتشموند. هذا طبعا زي ما تحكي بيته، هاي الحديقة، هي مش حديقة، هي يعني مزرعة كبيرة بيته، عمل منها أكبر مهرجان للسيارات. تقريبا احنا في السنة 26 لـ Goodwood Festival of Speed، لأن حسب أتذكر 2023 بيصير 30 سنة، فعليها مش قادر أحسب بس هيك الحسبة بتطلع. هلأ شوي رح نفوت نشوف السيارات، نشوف الناس، نشوف المهرجان كامل. كثير كبير، صعب الواحد يغطيه بيوم، لازم تضلك تمشي كثير. كل يوم عم بمشي بما لا يقل عن 12 ل 13 كيلومتر حتى اقدر اوصل للاماكن اللي بدي اياها كلها. هلا احنا بنفوت جوا ونشوف كل شيء. المدخل للمهرجان بوابات، كل واحد لازم يكون عنده الاكسس تبعته حتى يقدر يفوت المهرجان. هون مثل ما شايفين اريا للكرفانات، شفتوا مكان صغير بس كمية الكرفانات اللي بتشارك والناس اللي بتيجي بس بتخيم هون عشان تحضر المهرجان كله كامل على مدى الاربع ايام، كمية كتير كبيرة. هاي الاريا اللي على يميني هي لل VIP access للسيارات المشاركة. هلا بتعرفوا اكثر اول ما افوت. خلينا نعمل check in، نعمل sign in للباس، نشوف كيف. And check in. بعمل سكان عندك للأكسس. Hello, how are you? Good, how are you? Good. Great, thanks. Thanks. Thank you. وهيك فتنا بعد ما شفنا الأكسس. هنا زي ما تحكي الناس اللي عندهم زي سوبر كارز أو performance cars يكونوا معزومين لهم special parking حتى يعرضوا سياراتهم، أو حتى هو parking لهم يعني. فحتشوف سيارات هون هي عبارة هذول السيارات لحالهم عبارة عن معرض. أنواع السيارات الموجودة هون والشغلات اللي راح تشوفها هلا يعني يمكن عمرك ما تشوفها غير بهذا المكان، إنه أكبر تجمع الناس من كل بريطانيا بتيجي بتشارك. في ناس كثير بتيجي من يوروب، في لوحات يوروب من فرنسا، من إسبانيا، يعني حسب عم بشوف هون في لوحات من أغلب يوروب هون بس بيجوا بشاركوا في المهرجان على قد ما هو كبير. خليني أفرجيكم هيك لمحة سريعة عن السيارات الموجودة من كل أنواع. يعني بداية تستفتح بآر 8، في عندك أستن مارتن، ألفا روميو، مكلارن 570، مكلارن 650S، أستن مارتن فانكوش، فيراري 488، جي تي 3، بورشا، ام جي 63، ام كلاس، كوبرا، كلاسيك كارز، RS4،
720S 6 سوري 675 LT لونج تيل اف تاي اسم ماركر فرانكوس. بنتلي هوريكان بيرفورمانتي يعني كمان بورش جي تي 3 هناك في كمان كاريرا سوري تيربو اس اورس مع النمرة اورس شوف كلاسيك بورشز ام 4 ار اس الفا روميو استون مارتن ار 8 فيراريز ناين ون ايت سبايدر كوبرا تي تي ثري كلارن ام فور تقريبا كل انواع السيارات ممكن تخطر في بالك موجودة هون. وهذا مش المعرض، هذا مش المهرجان اصلا، احنا بس في المدخل للمهرجان. هلا بس نفوت على المهرجان راح نشوف. هيك خلصنا من المدخل وراي، هذا بس المدخل، الناس اللي بتصف سياراتها اللي عندهم سبيشال اكسس لسياراتهم حتى يصفوها. هلا بنفوت شوي في المهرجان، بدايه المهرجان سيارات السباق من السوبر جي تي الانديورانس ريسز البايكس سوبر بايكس كلاسيك بايكس كلاسيك كارز كل شيء له علاقه في الموتور سبورت موجود هون. حتى شوفوا خلينا نبلش شوي تحفه السيارات القديم الرالي دبليو ار سي. هذه لانسيا كورولا شوف السيارات هذول العريقة كل انواع السيارات الموجودة هون. ميجان الجديد الار اس هناك، في عندنا البايكس صعب صراحة اغطي كل شيء بس عم بحاول يعني هذا اغطي كل شيء بحاول اغطي كل شيء. الاودي ال ام بي 1 فور جي تي حلو انه كل سوري حلو انه كل درايفر للسيارة موجود هون. اتوقع تاخذ تذكار معاه تصور معاه توقع معاه. سيارات المرسيدس سي 11 سي 9 قديمه كلاسيك كارز اي شيء دخل في الموتور سبورت موجود هون معنا اليوم. حتى سيارات الفورمولا 1 سيارات الدي تي ام الكوسورث سيارات الرالي هاي سيارة سولبرغ عملت شغل منيح روعة امبارح. عندنا كمان هاي كمان بيتر سولبرغ هاي طبو.
هلا من فوق. سيارات ال فورمولا 1 هي معروفة، هاي غنية عن التعريف. سيارات الناسكار موجودة هون كمان. كامري، ناسكار، كلهم V8 engines. كمان كامري، كل سيارات الناسكار لحالها، هاي لوكيشن لحالهم. كل يوم خلال المهرجان ما يقارب بين 100 ل 120 ألف بني آدم بحضر المهرجان هذا. هذا إشي مرعب، يعني أنت بتحكي خلال 4 أيام تقريبا نص مليون شخص، بين نص مليون ل 600 ألف واحد بحضر هذا المهرجان، يعني مخليه من أكبر المهرجانات في العالم. بدنا نكمل الجولة نشوف الشغلات الموجودة كمان عندنا هون. في عندنا مرسيدس، هلا نحضركم مرسيدس السيسي C63 DTM. الجدول موزع حسب باتشز أو فئات مجموعات، كلاسيك كارز مثلاً كلها مع بعض، البايكس مع بعض، سيارات الدريفت مع الرالي، مع السيارات الثانية المختلفة للموتور سبورت تكون كلها مع بعض، سيارات الفورمولا لحال. كله منظم بأوقات معينة، كل حدا بيشارك، بس يشارك له جدول معين، جدول معين بيمشي عليه. خلي هذا الإيفنت واحد من أحسن الإيفنت المنظمة. كل المارشلز رائعين، بيساعدوا، بيعطوك كل المعلومات اللي إياها، حتى لو ما بيعرف بيحاول يساعدك، يدلك على حدا تاني. كل واحد معاهم لازم يكون معاه ماب حتى يقدر يدلك على اللوكيشن اللي بدك إياه، ولو ما عرف او ان كيس واجه صعوبه بالمعرفه بيساعدك في الايفنت، بيساعدك في في هذا الموضوع. فرجيكم هلا الجمهور الاساسي هون عندنا البريدج تبع جودوود المشهور، بتشوف صوره له انا تحته على انستغرام. خليني افرجيكم كميه الناس اللي عم تحضر هون. هو البريدج الرئيسي لجودوود، هناك شايفين تويوتا غازو ريسينج، منصة تويوتا عرضين فيها سوبرا، سوبرا جي تي 4 كونسبت، والفيورس الناس اللي عم تحضر. الأساسي اللي هو الأبل تراك تقريبا صراحة ناس عصافتها. واسهب اسم نشوفه هنا اللي هو جودوود هاوس. جودوود هاوس واحد من المعالم الكبيرة اللي هو بيت الديوك، ديوك اوف ريتشموند. كل سنة بيعملوا فيه حفلة كبيرة بعد المهرجان اللي هو اليوم رح يكون بالليل. فرجيكم اياه هلا. هذا هو جودوود هاوس. جودوود الفكرة اللي عملها هون، كيف جمع الناس، كيف عمل من مزرعته اشي خيالي، كل الناس تيجي عليها تحضر الايفنت، تحضر الفعالية. هناك منصة مكلارن زي ما بحكي لكم، صعب كثير واحد يغطي
فعالية في يوم واحد، تمشي مسافات كتير كبيرة حتى انت توصل المكان اللي بدك اياه. لسه في areas انا ما وصلتها خلال الثلاث ايام اللي انا كنت فيهم لهلا، فخلينا طبعا في ناس بيجوا لاجل بس الشو، ناس بيجوا لاجل المنافسه، اسرع وقت زمني ممكن يسووه على الابهل. انا موجود في جودوود حاليا للتغطيه مع لكزس الامارات لنعرض لكزس ار سي اف برو دريفت كار، اول سياره برو دريفت كار في العالم انعملت للبطل المعروف احمد دحام. حنشارك فيها، شارك فيها خلال الثلاث ايام الماضيه، يطلع الابهل يعمل شو، وفي كومبيتيشن كمان مشارك فيها. اليوم راح نغطي لكم كمان الكومبيتيشن، جزء من الكومبيتيشن، حتى تشوفوا ايش عم بيصير. الجو الحمد لله حلو، ما في شتاء، شيء منيح. جودوود هاوس معروف بعلاقته المتينه مع استون مارتن. لما نحكيهم السيارة المعروفة في بريطانيا أستون مارتن نشأت من بريطانيا. هون عنا ذا أرينا وعنا شوية كلاسيك كارز من فيات أبارت، في عنا أستون مارتن، بس هون عجبتهم فيات. كولكشنز مخيفة، شغلات عمرك ما تشوفها مثل هيك. 1957 أبارت، سيارات معروفة، سيارات كل عمرك ما راح تشوفها كمان. قد ما تغطي صحيح تشوف كل شيء، في سيارات لسه كل يوم عم بتفاجأ فيها انها موجودة. هاي الاريا ويتنج اريا للناس حتى يطلعوا على التراك. احنا بدنا نروح على منطقة الارينا، الارينا هي مكان متجمعين فيها الناس، سوري متجمعين فيها الكومبيتيتورز للدريفترز الدرايفرية الدريفترز. في قدامنا هلا هون بروجكت من دي توماسو، دي تي بروجكت بي، خليني افرجيكم اياه. سيارة شيء خيالي. شوف هون عندك سيارات الأجانب هيك محطوطة لحالها برضه. سيارات يمكن ما شفتها، بانتيرا اس، بانتيرا جي تي اس، بانتيرا جي تي 5 15 by 30 rear wing tire. سيارات ايكونيك. شوف هذول السيارات مستحيل تشوفهم، ما بعرف اذا راح يمشوا فيهم، بيمشوا فيهم بالشارع، بس يعني كولكشن مخيفة هون. هلا خلينا نتوجه على الارينا حتى نشوف سيارات الدريفت. هناك شايفين تويوتا جي تي 2000، اساس ال 86 سوبرا، اي 86، كلهم طلعوا مع بعض من ورا هالسيارة. وصلنا للارينا، هلا بنفرجيكم سيارات الدريفت. شباب من فورمولا دريفت موجودين هون، اسماء كبيرة في عالم الدريفت، خلينا نتعرف عليهم. اذا حاليا انا في البيت لين للدرايفرز، احمد دحام وراي، باكا اثليت مانجر ريد بول. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا باكا فروم جورجيا.
visit Georgia. Spend your summer in Georgia. Of course, because we are Jordanian. Of course. سيارة دريفت فول إلكتريك إنجن تسلا، يعني سيارة مش دريفت بس سيارة مستعمل تكنولوجي 5G. سيارة عندنا بتستعمل 5G تكنولوجي حتى تسوقها. من هون تتحكم السيارة، سيارة ريموت كنترول. وين كنا في المدخل أول إشي عند جودوود هاوس، هناك في واحد بتحكم في السيارة عن طريق 5G. فأنت تخيل أدي السرعة. هاي سيارات الفورمولا دريفت، عنا دين كارني، ستيف باكزي، فان جيتن جونيور، كين بلوك، في عنا تاناغوتشي على السوبر الجديد من HKS، راين تيرك على GT86 بإنجن فراري، بيتر فينسنت، هاي جيمس دين، كوين بي، أحمد دحامنا، لامبورغيني دريفت تبعت ماد مايك. اغلب الابطال من فورمولا دريفت موجودين هنا يعرضوا سياراتهم المميزه. حاليا راح يكون في براكتس ران، بعدين في دريفت كومبيتيشن. راح نشوفها شويه لقطات من هون ومن هون. خليكم معنا. الدوتش فايبر الانجن تبعها